في النهايه نهايه ايا كان اللي حصل، بس هي يعني اتكسر بخاطرها في الليله دي. احنا مش بينكم، واحنا ما نعرفش تفاصيل، واحنا حتى مستغربين ازاي الموضوع يعني تم تداوله يعني بنطاق واسع قوي كده وتكبير حجمه بهذه الصوره على السوشيال ميديا، بس ده يمكن من كتر ما نهال يعني اتكسر بخاطرها. في ختام الاتصال ده يا مصطفى، تقول ايه لنهال من خلال الجمعه في مصر عشان يتقفل بقى على الموضوع ده خالص؟ احب اقول ايه لنهال؟ كان لازم قبل ما انت تعملي اي حاجه تتاكدي من صحه كلامي، تطمني الاول، تتاكدي اذا كان فعلا خالي عيان ولا لا. يعني انا اللي كنت منتظره غير اللي حصل، رد الفعل اللي حصل ده ما كنتش منتظره. وانا كنت منتظره منك كلمتين تانيين لنهال والله يا مصطفى.